ودي اميغوش، صباح النور الخوت. انا في العاصمه مابوتو، هذه الاجواء جميله، واحد المنظر زوين زوين بزاف. مريح في هذه الغرفه، هذه عطى لي واحد الصديق مغربي نستريح فيها هذه الايامات، وكتطلع على هذا المنظر الجميل. خصك ضروري تخرج من الغرفه باش يبان لك هذا المنظر الجميل. كاينين عمارات، كاين واحد الكنيسه ليه، اوتيلات، اكبر بناية في العاصمه، وكاين واحد الجسر ليه يلا تبنى جديد. هذا جسر جديد ما كانش هنا، قال لي هذا الصديق هذا تبنى في 2014، ما نتاكدش من المعلومه. كان واحد المرسى ليه، راه الصباح هذا دازت واحد السفينه كبيره، سفينه تجاريه كدوز هنايا، كيجيبوا السلعه من الدول المجاوره، من جنوب افريقيا، من تنزانيا، كتجي من الصين، وكدرسها. كاين واحد المرسى هنايا ما كبيراش بزاف، ولكن المهم راكم عارفين، هذا واحد الملعب ديال القاعه صغير. و محيط الهندي، اول مره نتقابل مع المحيط الهندي. انسان الاجواء كاينين غيوم، كاين الشتاء ليه، ولكن الجو حار، راكم عارفين الجو الاستوائي كيتقلب الجو في كل 5 دقائق. نمشيو لواحد الكنيسه ليه، شفتوها، كاين واحد السوق تما، نمشيو نكتشفو مجموعين ان شاء الله. خوت هنايا طلع التيسير، فين ما مشيتي كاين التيسير، فين ما مشيتي، خصوصا الاناناس. اناناس داير وحده ب 50، وحده ب 8 درهم 7 درهم تقريبا، 3 ب 100 بحال قلتي، 3 ب 14 درهم. اول مره يبان لي شي ريستورون ديال كوريا، خلال فين كيديروا لي ريستورون كثار الشينوا بزاف، كاينين هنا لي ريستورات المغاربه، كاينين هنا ولكن كوريين اول مره نشوفهم في الافريك. شنو نجرب هادي اوتارز اميك يس بس كوانتو نجربو هادي، شحال هادي ما جربها، دايرة 50 تقريبا، شي 7 درهم 8 درهم. ٣٠ درهم تقريبا، زوينة ما بيهاش. المهم ديك الفاكهه نسيت السميه ديالها، عرفتي هنا تيقولوا لي الصرف بالبرتغالي ما كنفهمش، كنعطيه الصرف كيرجع لي الصرف صافي. دابا قال لي 30، يلا فهمت شنو هي 30، هي 300، انا يسحب لي واش 300 عطيتو انا 500، ولكن ما غاديش ياكل لك هنا في الصرف ديالك، قليل اللي كياكل، قليل من غير حالات بساط.
وطات ماما تين أروش سين تين في جو تين كومبليتو كونتو كومبيشي أو كوندوس 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 تين في جو في جو كون أروش دابو آه دشكوبا ¿Ah? ¿150? Sí, con dos. Ok. Bien. Bueno, vamos a ver si voy a ver el hot. Para no ser. Si voy a arroz o. Lo voy a hacer. الناس كيديروا أكلة الشوارع في الطوموبيل المهم الخوت الغدا ديالنا كان فيه الدجاج الدجاج حلال راه كيجيبوه من عند المسلمين كيذبحوا هنا الدجاج البقري الاغلبيه ديالهم مسلمين عندنا هنا نسيت السميه ديال هذه بالعربيه عندنا هنا لوبيا خضراء الرز نذوقكم تيستو ان شاء الله بسم الله بسم الله زوين واعر الخوت بسم الله نسيت ما جبت الكاسك ديال الخوت نسيت هاد الناس هادو اللي كيبيعوا في الشوارع الاغلبيه كيبيعوا في الطوموبيل كيصوبوا من الدار كيديروا في كاميلا كيجيبوا هنا كيبيعوا ورخيص كيتقام رخيص على 150 150 نتيكاش تقريبا 23 درهم هذا في المغرب راه كثار مارش ما صراحه شحال داير في المغرب ولكن هنا 23 درهم تقريبا درت فيه القرفان حار ابي شنو شقرا ديال الماء هو كذاك تيبيع اميغو اغوا هي تين اغوا اغوا سنتين كان فريش كان فينتي 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 شبير يا فازو زعما درينت انا ها فازو زعما زعما درينت 30 هو فازو كان دار داج بوس استو كون فورم اي مالو يا فازو كان دار داج استو كون فورم بلا دي كومبرا اون بان واي اه نو تين تين بوكو دينيرو اه بارا تاكسي يا Dobbi. Ok, ok. Obrigado, Yes. Ok. Obrigado. الحمد لله هو ما بارت الخوت نعمة والله إلا نعمة هو أي حاجة في الحياة راه نعمة حتى هاد الماكلة نعمة Thank you.
اللعيبه ديالو باش يبيعها. على وصف من بكري عصر ديال الموم تفاح. زوين عندهم هادشي كيخليو بلاصتهم نقيه، كيسالو كيخليو بلاصتهم نقيه. تليفونات الشارجورات دي كيدز ديال الخوت كيبان لي هاد الماء بحال موسخ، ما عرفت واش الماء ديال شي واد ولا كداير موسخ بزاف. ايوا هاد السفينة جايه، هذا هو الجسر اللي هضرت لكم عليه في البدايه ديال الفيديو، هو هذا باقي جديد. ما خصش يصيد ليه، كيعانوا من الموج، كاين ريح بزاف هنا هاد الايام. عاد واش تسمعني ولا لا؟ كما الدورة الخضرا تلقى مع الراية ديال البرازيل، الراية ديال البرتغال، ديال جنوب افريقيا، ولكن بزاف هنا البرازيل. في هاد ستنايا وكان واحد سميتو ديال البرازيل، هاد ريستورانت في الماكلة ديال البرازيل. كنحس براسي انا بحال كنمشى في ساو باولو ولا شي حاجة شوري مارد داش. هاد السيدة ديال ريستورون في وسط الشارع استغل المساحة، دارها في بلاصة واعرة. شفتو هنا بزاف كيلعبو ضمان عمي هنايا كيقمر على شي لعيبة، حتى هما عندهم واحد داك السيت ديال القمار بحال هادوك. عندهم واحد اللعب ديال ضما في الشكار، كتلعب باللور وبالقدام، كتاكل باللور وكتاكل بالقدام. الشكار ديك اللعبة عمرني ما شفت شي ضما بحالها. لقيت هنا واحد الشارع بالصدفة ديال الألوان، عمرني شفت شي شارع بحالو في لافريك، اول مره نشوف شي شارع فيه الالوان بحال هكا. فكره زوينه، شارع نقي. واه الجامع هنايا شكال هاد الشارع. الجامع تنرجعو ليه من الطور هكا. هذا هو الجامع الخوت، الجمعة مسجد. شبان لكم زوين ولا لا؟
بسرعة الديكور ده. مسجد جمعة تبنى تفتح 2005 22 سبتمبر. قديم قديم شحال هذيك؟ 18 عام دابا، 18 عام عند هذا المسجد هذا ما شاء الله. السلام عليكم. كاينه قهوة تما على الجامع، صليتي تضرب القهوة ديالك. دخل الخوي واحد المحطة ديال التران، عرفت كاع اش كندير هنايا كاع، نديها من اللور، نمشي نخرج، منين كيدخل أنا خرج، ولكن هاد المحطة شوف هاد التران كيفاش، عارف فين كيمشي، واش جنوب أفريقيا ولا الشمال. كبيرة عندهم هاد المحطة هادي. ديكور زوين اخ، والله الا ديكور زوين بالله. شو محطة كي دايرة؟ ناضية دايرة بصح. انا كاين صحاب كيسير. أكيد باش عليك انت. ليش؟ باش. تفاحة ب 10 يعني 30 ريال. أنا قلت يا راجل ماشي أصير. أميغو. أميغو. انا دي سير الخوذ بالبياسة كتباش بالكيلو نهائي اقليت انا تلقى الكيلو تفاح هذا بقى تلقى بياسة بان انا بالبياس انا نصب بالبياس انا فيه بزاف الحوايج ديال البال بغيتي السيكان بغيتي المحافظ بغيتي بغيتي الحوايج التفاطير هاي لعيبة بيتيها كاينة هنا هات لك ها سامي تيكون على الطوبيس هنا عمرك ما شفتو شي دوله افريقيه عرفتي دير هكا في كوت ديفوار ولا ديرو في انغولا ولا ديرو في ناميبيا تما تصرفك من اللور هادو شويه كيحترموش الصف دابا غنمشي الخوت غنمشي للدار نشد واحد الوسيله بحال هكا سميتها شافر امشي نشوف واش كتوقف في هنا ولا لا في كل قنيطه كاين بوليس حتى كاين بوليس ليه بوليس هنايا بوليس ديك الشعلة عطاهم الله هنا ايوا
والمشكل ما عرفتش هنا بلاصه غادي ليها ما حافظش انا بزاف ديك السميه ديال ديك البلاصه اللي غادي ليها انايا ما عرفتش السميه ديالها فين شد شقه ليه واه عييت انا خد الله يعيط الحراره اليوم شو هادي توصلني هل واحد سميتو تما واحد 3 كيلومتر 4 كيلومتر ما قديش مازال تمشى يا ربي ما تشدنا كوبي راه على خير نطلعنا راه تقريبا شي 2 درهم بس 12 اخيرا انا الخوض وصلنا واه اش هذه الزحمه في المدينه صاحبي بزاف دابا غير تخاوت لي الطريق معاك كنبغي نشوف هكا كيدوز الحديد من هنا موالف باقي من المغرب زعما ولفت لا بعض المرات كنتلف المرات كنتلف كنشد الطريق المعاكس